بخصوص الندوة الصحفية للناخب الوطني لجمال بلماضي التي تسبق مباراتي الوديتين أمام مالي والسويد، الندوة الصحفية هذه المرة كانت نوعا ما هادئة، ربما لأن المباراتين يبقوا في إطارهم الودي ونحن مقبلين على كأس العالم. شفنا الأسئلة اليوم، جمال بلماضي دافع على القائمة تاعه وهو معروف بطريقة دفاعه عن خياراته الفنية، ودائما ما يكون في هناك نقاشات بينه وبين الصحفيين. اليوم الشيء هذا ما شفناهش كثير، لكن جمال بلماضي اليوم كان أكثر هدوء، حاول يقدم تفسيرات، حاول يقدم معطياته أسباب اختيار هذو اللاعبين، لأنه السؤال الأبرز كان متوحور على عودة عريبي لاعب شباب الوزداد وعلى استدعاء مهدي لاعب سامدوريا، بالإضافة إلى الغيابات التي كانت من المفروض أنها منتظرة نعم ما، لأنه الجمهور تحمس لقدوم عوار وتقدم بيت نوري. جمال بلماضي قدم توضيحاته كاملة في خصوص هذا الشأن في الندوة هذه الصحفية اللي راهي راح تسبق كما قلنا مباراتي مالي والسويد. بالخصوص القائمة أنت كصحفي، القائمة جمال بلماضي كان لعل المفاجأة الكبيرة اللي راقبناها ولا شاهدناها ككل هي عودة العريبي إلى منتخب الوطني، في حين في وقت وجود تألق بعض اللاعبين في شار بن علي وعلى غرار مسعودي، لكن جمال بلماضي تحدث عن هذه النقطة، فضل أنه يستدعي بالعريبي لأنه يشوف فيه الإمكانيات اللي تساعد المنتخب. بعد مشاهدته في مباراة شباب الوزداد في رابطة الأبطال وقع الاختيار على بعريبي، وهذا يبقى اختيار المدرب، نحن نلاحظ وننتقد، لكن كل هذا يبقى في الأخير الكلمة الأولى والأخيرة للمدرب جمال بلماضي، هو الحر في اختياراته، هو المسؤول عن اختياراته، في حال تكون نتائج إيجابية راح يكون هو اللي يدافع عن النتائج هذه، وفي حال الخسارة هو اللي راح يتحمل كامل مسؤولية الخيارات الفنية تاعه.